السلام عليكم شباب، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا السلسله التمارين ديال لا ديريفابيلتي ديال الاشتقاق، واليوم ان شاء الله غادي نتصح ديال التمرين ربع. دونك في التمرين ربع هذا هو النموذج العربيه، كذلك هذا هو النموذج بالفرنسي. مزيان. دونك بالنسبه لهذا ليكزيرسيس في واحد الميزه زايده على بزاف ديال ليكزيرسيس، واخا كتبان لك لا فونكسيون عاديه. شنو الميزه اللي فيه؟ هو في هذه القضيه ديال الجذر، وهذه القضيه ديال الجذر غادي نشوفوا واحد لاسوس كيفاش اننا كندرسوا لي فارياسيون، وبالضبط في الفقره ديال لي تيود دو سين دو فارياسيون. يعني ملي غادي نجيو ندرسوا الاشاره ديال اف بريم، في ديك اللحظه غادي نلقاو واحد المشكل الجذر، ما نقدروش ندرسوا نيشان، وبالتالي نحاول نعملوا واحد الحاجه باش اننا شوفوا كيفاش غادي ندرسوا الاشاره ديال اف بريم. صافي، دونك هاد التمرين هذا بخصوص الشباب، خصوصا في الفقره ديال اف بريم في الاشاره ديالها. ردوا بال معايا مزيان مزيان. اذا نبداو باول حاجه عندنا. دونك السؤال الاول قال لك لتكن اف الداله العدديه المعرفه بما يلي: اف اكس كتساوي اكس ناقص جوج جذر ديال اكس. السؤال الاول حدد الدي اف. الدي اف هي مجموعه التعريف، ثم احسب الليميت ديال بلوس لانفيني. فاش كتشوف هاد الداله هادي الشباب كتبان لكم انها سهله وعاديه، ولكن ملي كتجي تخدم بها فريمون راه كتجبر بعض المشاكل. دونك اول حاجه غادي نبداو بدي دو اف. دي دو اف اللي هي مجموعه ديال التعريف. مزيان. اذا دي دو اف فاش كتقول لك دائما مرارا وتكرارا، كنقول لكم في دي دو اف غادي تطرح سؤال واحد: شكون هما الاعداد اللي غادي نعوضوهم في بلاصه اكس وما يخلقوا لنا حتى شي مشكل؟ المشاكل اللي عندنا في المات جوج، ما نقسموش على زيرو، يعني خصو يكون اللي كنقسمو عليه خصو يكون كيخالف زيرو، وداخل الجذر خصو يكون عدد موجب، يعني ان نومبر بوزيتيف. اذا في الداله هذه في هاد لا فونكسيون ما عندناش الكسر، وبالتالي هذا المشكل ما كايناش. كاين المشكل الجذر، اذا شكون اللي ما بداخل الجذر؟ كاين اكس. اذا هاد اكس من المفروض شنو خصها تكون بوزيتيف، يعني كبيره من زيرو. صافي، اذا كيفاش كنعبروا ليها؟ كنكتبوا دي دو اف تساوي، كنعملوا هاد سان دو طون، كنعملوا اكس تنتمي الار، كنعملوا واحد الشرطه وكنكتبوا بي شرط. دونك هنا غادي نذكروا المشاكل اللي عندنا. اذا دوك المشكل اللي عندنا، قلنا مشكل واحد هو ان اكس خصو يكون اكبر او يساوي زيرو. وبالنسبه لاكس اكبر او يساوي زيرو، اسمح لي، بالنسبه لاكس اكبر او يساوي زيرو راه هو من زيرو اش من زيرو بلس لافيني. ولا بغيتي تعبر ليها بالدرام زاد هي احسن، اخ كنعملو بلس. شنو معنى اخ بلس؟ معنى اخ كناخدو منها غير جزء الموجب. مزيان. فالسؤال او في البارتي الثانيه من السؤال ديالنا هو قال لك كالكولي لا ليميت بلس لانفين، يعني غادي تحسبوا ليميت اش ليميت ديال اكس طون فير بلس لانفين اف اكس. مزيان. اللي هي ليميت ديال اكس طون فير بلس لانفين، وفين ما شفنا اكس نعوضها بالفالور ديالها او بالاكسبرسيون ديالها. اذا شكون هي اف دو اكس؟ هي اكس ناقص جوج جذر ديال اكس. مزيان. دائما الشباب كنقول لكم اول حاجه فيما شفتي اكس عوضها بهاد ليميت اللي عندك هنا في كطونفير، يعني كنسموها التعويض المباشر. تنشوف واش غادي تحسب، الا ما كنتي كتحسب نيشان، يعني ما كتخرجش فورم ديتيرميني، يعني خرجت فورم ان ديتيرميني، ديك تنشوفوا شنو هي الطريقه باش اننا نزولوا فورم ان ديتيرميني. صافي، شحال منكم صافي كيشوف هذيك خول كنضرب في المرافق في الكونجوجي لا كذا كذا؟ لا، تتاكدوا واش فورم ديتيرميني ولا ان ديتيرميني. إذا فيما شفنا إكس بما نعوضوها ببلوس لانفيني، إذا نجيو هنايا نقولو دابا هاد إكس هادي نعوضوها ببلوس لانفيني. مزيان. مزيان. ها ناقص هذا بلوس لانفيني، والجذر ديال بلوس لانفيني كتبقى هي بلوس لانفيني، ولا ضربتيها في جوج كتبقى بلوس لانفيني. وأصلا هاد ناقص هادي عندنا في التمرين، إذا هادي هي بلوس لانفيني مول لانفيني، وهادي فورم انديتيرميني. صافي، إذا خصنا شي طريقة باش أننا نزولو هاد فورم انديتيرميني. بطبيعة الحال لا لاحظتي معايا هنايا، فراه يمكن نعملو بإكس، حيت لاحظ معايا واحد القضية أن إكس راه كيتكون من جذر ديال إكس مضروب في جذر ديال إكس، أولا حيت جذر إكس في جذر إكس هي جذر إكس أس إتنان، وبالتالي أس إتنان عاد تساوي جذر، إذن غادي تساوي إكس. إذن أحسن طريقة شنو غادي نعدلو؟ نعملو بإكس. صافي، مزيان. دونك إلا جينا عملنا بإكس أشني غادي تعطينا؟ طبيعة الحال هنا إلا خدينا إكس غادي تبقى واحد، وهنا إلا خدينا إكس دونك ما عندناش، عندنا جذر إكس، ولكن حنا باش عملنا؟ حنا خدينا إكس، دونك واش كاينة إكس؟ ما كايناش. إذا شنو غادي نعمل؟ غادي نقسم عليه. دائما إلا ما لقيتي شي حاجة قسم عليها وخرج من باب واسع. صافي، ما تحمقش راسك مع شي حاجة.
دونك لاحظ معايا الى جينا نشرنا اكس في اكس، اكس في واحد هي اكس، اكس في هذا دونك اكس هتختزل مع اكس، غادي نرجعهم بلاصتنا. فهمتي دابا القضيه؟ مزيان. دونك الى جينا دابا نسامبليفيو يعني نبسطو، شنو غادي تعطينا؟ نخليو هاد اكس نخليو هنا واحد ناقص. اذا شنو اتفقنا سابقا؟ ان اكس اش هي؟ هي جذر اكس فاش في جذر اكس، صافي. يعني واحد جذر اكس تمشي مع جذر اكس، غتبقى لك ليميت بلوس لانفيني، غتبقى لك اكس واحد ناقص جوج على من؟ على جذر اكس. في الشباب وضحت؟ مزيان. انا نعاودو دابا ونشوفو واش فغيمون نزل فورم انديتيرميني ولا لا. اذا بالنسبة للاولى راها كتساوي بلوس لانفيني، الثانية عندك واحد ناقص جوج على جذر ديال بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني. اذا شي عدد على لانفيني كيساوي زيرو، اذا واحد ناقص زيرو هي واحد، اذا واحد في بلوس لانفيني كتبقى هي بلوس لانفيني. اذا هاد الليميت هادي اش كتساوي؟ كتساوي بلوس لانفيني. فاش عرفناها عرفنا انطلاقا من التعني، يعني لاحظنا ان اكس كتكون من جذر اكس وجذر اكس، دونك فاش خرجنا اكس اضطرينا اننا نقسمو على اكس، مشات واحد جذر اكس مع جذر اكس، بقاتنا جوج على جذر اكس، عوضنا عطاتنا بلوس لانفيني. صافي الشباب؟ مزيان. دونك الحاجة الثانية قالك السؤال جوج ألف أدرس الشقاق الدالة إف على يمين الصفر، يعني إتدوي لا ديريفابيليتي دو إف أدغوا دو زيرو. مزيان. إذا ما فيها بس نذكروا بالقاعدة ديال لا ديريفابيليتي ديال الشقاق. إذا كنقولوا أن إف إف إي دي ري فابل اش اون اكس زير، يعني اف قابلة للاشتقاق في اكس زير. اشنو هو الشرط اللي خصو يتحقق؟ خصك اسيدي تمشي تحسب من الليميت ديال من اكس كتكون اكس زير ديال من، نعملو واحد الكسر ديال هاد الخدمة المنقية، هذا ديال من ديال اف دو اكس ناقص اف ديال اكس زير. يعني اف دو اكس هي الدالة ديالنا، و اف ديال اكس زيرو هي الصورة ديال اكس زيرو اللي هي ليماج، و من تحت كنعملو اكس ناقص اكس زيرو. مزيان. خصك تحسبنا هاد الليم طاق 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 طاق، شنو النتيجة اللي خصها تخرج لك؟ خصها تخرج لك عدد، صافي. انا كتبتها لك الفا، يعني الفا تنقصد بها عدد كينتمي لاخ. اذا الا خرجت لك عدد ديك اللحظة كتكون قابل للاشتقاق، اما الا سوات لك لانفيني سوا بلوس ولا موان كنقولو غير قابلة للاشتقاق. صافي الشباب؟ مزيان. في هذه الحالة هذي غادي نعمل واحد الكادر هذا مزيان. هذي احنا عملنا واحد التذكير بالقاعدة ديال الاشتقاق اللي هي لا ديريفابيليتي. يعني عندو السؤال جوج ألف هو جوج، شباب دوك غادي يكون تصحيح بالعربية والفرنسية. دابا حتى الساعة باقي ما جيناش في شي سؤال ديال في التالي. مزيان. إذا قابلة الاشتقاق في اكس زيرو اللي هي عطاو لنا هي زيرو بلس. اذا دابا حنا خدامين الاشتقاق على يمين الصفر اللي هي زيرو بلس، يعني لا ديريفابيليتي ادغوا دو زيرو. اذا في هذه الحاله هذه شنو غادي نجي؟ اجي اسيدي انا من ليميت ديال اكس كتقول اش زيرو بلس، حيت دابا اكس زيرو ديالنا هو زيرو، حنا ما خدامينش في زيرو، حنا خدامين ادغوا دو زيرو، يعني لليمين ديال من؟ لليمين ديال زيرو. إذا نفس القاعدة غادي نعاودها، ما نزيد حتى شي حاجة من راس. إذا غادي نعمل إف ديال إكس ناقص إف ديال زيرو على إكس ناقص زيرو، تبقى لنا القاعدة اللي شرحناها سابقا. مزيان. إذا نعملو هنايا زيرو بلوس، نعملو هاد الكسر هادي ديال هنا، غنعاودو إف دو إكس بالقيمة ديالها. إف دو إكس بالقيمة ديالها هي إكس ناقص جوج جذر إكس، إذا نجيو هنايا نكتبو هي جوج عفوا هي إكس ناقص جوج جذر اكس. مزيان. ناقص فيما شفنا اكس نعوضوها بزيرو باش نحسبو اف ديال زيرو. اذا الى جينا حسبنا هنايا دوك هذا نعوضوها بزيرو، هذا بزيرو، اذا جوج زيرو زيرو، وزيرو ناقص زيرو هي زيرو، صافي. اذا اف ديال زيرو شحال كتساوي؟ اف ديال زيرو كمعلومة راح كتساوي زيرو، اذا هي ناقص زيرو، ومن تحت اكس ناقص زيرو كتبقى هي اكس، صافي. اذا نكتبو التعبير ديالنا بواحد الطريقة اللي باينة، كتساوي ليميت ديال زيرو بلوس، نعملو الكسر ديالنا، شني شاططنا؟ شاططنا إكس فوقي ناقص جوج جذر إكس على إكس. دابا هدا كيتسمى الحساب، دابا لحد الساعة كتسمى عوضنا كل حاجة بالقيمة ديالها. مزيان. دابا وصلنا للدور ديال ليميت،
دائما في لي ليميت ما تزربش، نعوض ونشوف شنو غادي يوقع. اذا جيت تعوض تنشوف واش فورم ان ديتيرمين، عادي نشوف واش غنضرب في الكونجوغي يعني، او نعمل ولا غنضرب في المرافق. اذا في هذه اللحظه اللي جيت نعوض هنا اكس نعوض بزيرو، جوج بزيرو اللي هي زيرو، على من على زيرو، اذا زيرو على زيرو فورم ان ديتيرمين لازم يعني. اذا دابا خصنا نشوفوا شي طريقه باش اننا نزولوا هذا الفورم ان ديتيرمين. مزيان، بزاف ديال التلاميذ هنايا غادي يقول لك استاذ وهنا كاين الجذر نضربوا في المرافق. دونك هنا كاين واحد الطريقه اللي اسهل، علاش حنا نضربوا في المرافق؟ وهي كاينه الطريقه سهل منا، بغيتي تضرب في المرافق ماشي مشكل، يعني نضربوا في الكونجوغي. دونك الا لاحظتي معايا كاين واحد القاعده كتقول لك اسيدي ا ناقص او لا زائد ب على س. اش كتقول لك القاعده؟ هي ا على س زائد او لا ناقص ب على س، يعني كل حاجه كتفرق بوحديتها. دونك ديك القاعده هذه خصني نلاحظها هنا، اي الا لاحظتي معايا نمسحوا هذا بعدا، الا لاحظتي معايا في هذه البلاصه هذه، هاي اكس نقسم على اكس ها هي، وناقص جوج جذر اكس نقسم على اكس. شي اصبر لي واش باش جاتك الفكره انك تفرق كل حاجه بوحديتها؟ حيتاش انا لاحظت قوس مع بال ديالي ان اكس الا مشيت فرقتها على اكس غادي يبقى واحد شويه الاختزال، لاحظتي ان اكس غتمشي مع اكس. اما هنا كاين بزاف ديال التلاميذ كيعدو هذا الخطا، هذا خطا. كيفاش هذا الخطا؟ كتجي كتميل هذا مع هذا، هذا خطا. فوقاش كنعدلوه ملي كيكون الضرب، دابا ملي كتكون هذا مضروبه في هذا كنعملو هيدا اختزال، الاختزال كيكون في الضرب. اما تجي تعمل هاد اللعيبه هادي، هذا تمشي مشي مع هذا، هادي خطا نهائي، هادي ما تعدلاش. وغتقول لي باش كنعوضوها شنو هو الصحيح؟ تعاود لي تعمل هيدا باش كتعوضوها كنعوضوها بالفرع، كنعملو هذا بوحديتها وهذا بوحدها. صافي مزيان مزيان. اذا شنو غادي يوقع في الاخر؟ غترجع لك ليميت ديال زيرو بلس اكس غيمشي مع اكس غتبقى واحد، وهذه هضرنا عليها سابقا، جذر اكس على اكس شحال عطاتنا في الاخر؟ هي جوج على جذر اكس. اذا غادي نخليوه هي بس الشباب ما نتوسرش. ماشي اذا حنا ندي دي سي تشارجا بعدا. اذا قلنا هادي تمشي مع هادي تبقى في الاخر هي جوج على جذر اكس. ماشي دابا شنو جا الدور؟ جا الدور اننا نعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها، يعني فيما شفنا اكس نعوضوها بزيرو، لان هنا غادي تعطيني واحد ناقص جوج على جذر زيرو. بطبيعه الحال جذر زيرو كيبقى هو زيرو، حنا كنعرفو ان شي حاجه على زيرو خصك تعرف هو زيرو بلس او لا زيرو موان. الا كان زيرو بلس كنعملو بلس لانفيني، و الا كان زيرو موان كنعملو موان لانفيني. بالنسبه لهاد زيرو الشباب كاين بعض منكم غيقول لك وحنا خدامين في زيرو بلس اذا نعملو بلس، هادي الشباب خطا. غتقول لي وحنا دائما في التمرين كنعدلو، هادي كيطلع لك الزهر. الا في هاد التمرين هذا غتلاحظو معايا ان هاد زيرو اللي غيخرج هنايا حتى هو غيكون زيرو بلس، كيشبه هذا غير كيشبه له غير طلع الزهر. ولكن واش قاعده صحيحه؟ لا ماشي قاعده صحيحه. ايوا السؤال، منين نعرفو حنا الاشارات هذا واش غيكون بلس ولا غيكون موان؟ ديما طرح سؤال، غتقول هاد زيرو منين جا؟ منين جا؟ جا هاد زيرو من الجذر اولا؟ اذا الجذر ديال من؟ الجذر ديال اكس اولا؟ الا لاحظتي معايا فاش عوضنا اعتمادا على هادي، ها واحد ناقص جوج على جذر ديال زيرو، اذا وجذر زيرو هو زيرو، اذا هاد زيرو الاصل ديالو ميجي من جذر اكس، وحنا انا كنعرفو ان الجذر هو عدد موجب. يعني اي حاجه كتخرج من الجذر كيفاش كتكون موجبه، اذا هذا غيكون زيرو بلس. صافي مزيان. اذا في هذه الحاله شي حاجه على زيرو بلس كتعطيك بلس لانفين، ولا ضربتيها في هذا الناقص شنو غادي تعطيك؟ غتعطيك موان لانفين. صافي هاي لاحظ معايا ساليك هذا الناقص اش هي؟ جوج على زيرو بلس هي بلس لانفين، ولا ضربتيها في هذه المو هذه شنو غادي ترجع؟ موان لانفين. واحد موان لانفين كتبقى هي موان لانفين. صافي شباب وضحت مزيان. يعني دابا هنايا كتسمى الامور يعني واضحه، ما كطالبش زعما شي حاجه كبيره في شي نيفو ديال الواقعات. اذا هنايا في هذه الحاله نعملو الكسر ديالنا ونعملو الجذر ديال اكس. قلنا شنو اتفقنا على هذه؟ انك تساوي موان لانفين، حيتاش هاد جوج على زيرو بلس هي بلس لانفين، في الموان هي موان لانفين. صافي اذا شنو كنلاحظو؟ قلنا ان باش تكون قابله للشراء خاصها تساوي عدد، ولكن حنا شنو جبرنا؟ جبرنا ان ليميت كتساوي لنا لانفين. اذا شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو بما ان يعني بويسكو ليميت زيرو بلس اف اكس ناقص اف زيرو على اكس
ناقص زيرو كتساوي موال انفيني، اذا اف مالا اف غير قليلة الاشتقاق على يمين صفر. صافي نقول دونك اف مي ا دي ري فاب اش ا دغوا من دو زيرو. صافي الشباب، اما اللي كنساوي في العدد كنا غادي نقولوا بلي راه قابله للاشتقاق. تاكدوا بلي هادشي واش كيسجل. ماشي دونك صافي راه كيسجل مزيان. اذا دابا السؤال ديال قابله للاشتقاق بين، قال لك باء اول النتيجه المحصل عليها هندسيا، يعني دوني اون انتربريتاسيون جيومتري. يعني شنو معنى الانتربريتاسيون جيومتري؟ يعني ديك الهضره ديال قابله للاشتقاق او لا غير قابله للاشتقاق، يعني ديريفابل او لا ني با ديريفابل، اشني المعنى ديالو؟ هذه المعنى ديال فسمعتينا الانتربريتاسيون جيومتري او التاويل الهندسي، فرا المعنى ديال هذه الجمله ديال قابله للاشتقاق او غير قابله للاشتقاق اشني المعنى ديالها؟ مزيان. دونك حنا دائما كنعرفوا ان الى حسبنا الليميت ديال اكس تونفير اكس 0 اف دو اكس ناقص اف ديال اكس 0 على اكس ناقص اكس 0 في الدرس، قسمناها لثلاثه د الحالات، قلنا الى ساوتنا 0 ولا ساوتنا شي عدد كيخالف 0 ولا ساوتنا بلوس او لا موال انفين. صافي نعملو هنا مثلا بلوس او لا موال. صافي اذا كنتي خدام في الليميت مثلا على اليان، وهنا في القواعد قسمنا على ثلاثه، يا اما 0 او لا شي عدد كيخالف 0 او لا انفين، وكل حاجه عندها المعنى ديالها. الا كنتي خدام في 0 يعني ساوت لك 0 في ديك اللحظه كيكون عندك نصف ماماس دومي طونجو فايش في على يمين اكس 0 يعني ادغواد اكس 0. مزيان كيفاش عامل هاد دومي طونجو هاد نصف ماماس؟ كيفاش عامل؟ كيكون نصف ماماس افق، يعني دومي طونجو اوريزونتال. اما ملي كيكون عندك ساوت لك عدد كيخالف 0 في ديك اللحظه كنقولوا عندنا واحد دومي طونجو. صافي يقدر يكون هيدا يقدر يكون هيدا على حسب، المهم كيكون مائل يعني نصف ماماس وسكوت، ما كنعرفوه لا هيدا ولا هيدا، المهم كيكون دومي طونج يعني نصف ماماس. اما ملي كتكون كتساوي بلوس لانفيني في ديك اللحظه كيكون عندك نصف ماماس. كيفاش عامل؟ نصف ماماس عمودي كنسموه فيرتيكال، ولكن هاد النصف ماماس عمودي يقدر يكون موجه نحو الاعلى يعني ديريجي فيغ لو، او لا موجه نحو الاسفل ديريجي فيغ لوبا. اذا باش كنعرفوا انه واش فيغ لو او لا فيغ لوبا موجه نحو الاعلى او لا نحو الاسفل، كنشبر الاشاره هذه لوسيند هذا وكنضربها في لوسيند هذا. الا كان بلوس مع بلوس كيعطيني بلوس، اذا موجه نحو الاعلى يعني فيغ لو. اما الا كان بلوس وهنا خرجت لي موا كنضربهم في بعضهم، بلوس في موا هي موا، اذا غيكون موجه نحو الاسفل. صافي لانتربريتاسيون جيومتري اللي قريناهم في الدرس كينقسموا الى ثلاثه الحالات. صافي مزيان. اذا حنا في هذه الحاله هذه ديالنا دابا انا كنحاول نقرك ما امكن نخرج معك التمرين وفي نفس الوقت نعمل لك واحد التذكير بالدرس. اذا لاحظتي معايا في هذه الحاله هذه، في هذه الحاله ديال دابا الا لاحظتوا معايا في هذه الحاله ديال ليميت ديال 0 بلس اشني سوتنا موال انفين، اذا في هذه الحاله شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا نصف ماماس دومي طونجونت. كيفاش عامل؟ فيرتيكال عمودي زيد، واش موجه نحو الاعلى ولا الاسفل؟ هادشي الشباب دونك الشباب كيشبرني العطاس، الجو دابا بدا كيتبدل، الله يحفظ عندك المرطو. صافي اذا قلنا في هذه الحاله هذه في وصلنا دونك قلنا في 0 بلس ياك ساوتنا اش؟ ساوتنا موال لانفين. قلنا شنو غيكون عندنا؟ غيكون عندنا دومي طونجون يعني نصف ماس عمودي، بقاس واش موجه نحو الاعلى ديريجي فيغ لوبا او لا فيغ لو او لا فيغ لو، يعني نحو الاعلى ولا نحو الاسفل. قلنا كنشبروا لهذا الاتجاه يعني واش اليمين ولا اليسار، كنضربوا في الاشاره ديال لانفين. اذا في هذه اللوكه هذه عندنا بلس وعندنا مو، بلس في المو هي مو، اذا موجه نحو اسفل فيغ لوب. صافي مزيان. باش غادي نقولوا في لانتربريتاسيون لازم نعطوا بي سي دونك مزيان. اذا بي غادي نقولوا سي اف
مال يقبل نصف مماس كيفاش عامل عمودي؟ هتقولي باش عرفتي عمودي حيت زودنا اللام فين؟ نصف مماس عمودي على يمين، على يمين النقطة. شكون هي النقطة؟ اكس زيرو اللي هي زيرو، و اف ديال اكس زيرو يعني اف ديال زيرو هي زيرو. عندنا الاخوة خصك تصور تدبر ان هذا كنقصد به هي اكس زيرو، وكنقصد به هي اف ديال اكس زيرو. راه ديجا حسبنا اف ديال اكس زيرو اللي هي اف ديال زيرو شنو كتساوي؟ تنا زيرو. اذا سي اف يقبل نصف مماس عمودي على يمين نقطة زيرو زيرو، موجه كيفاش؟ موجه نحو اش؟ نحو الاسفل. حيتاش قلنا زيرو بلوس يعني عندنا بلوس في الموه هي صافي. مزيان، اذا هاد اللعيبات هادو خصك تعقل عليهم مزيان. اذا في هاد السؤال هذا شنو غادي نقولو؟ غادي نقولو سي اف ادمي اون اش، شنو هو نصف مماس؟ دومي طونجون، دومي طونجون مال عمودي. شنو معنى هذا عمودي؟ يعني فيرتيكال، فيرتيكال فيرتيكال ادغوا، ادغوا ادغوا هي على يمين، ادغوا دو زيرو زيرو. موجه، موجه هي ديريجي، ديريجي ديريجي فير لو با صافي. يعني سي اف يقبل نصف مماس، يعني سي اف ادمي اون دومي طونجون عمودي فيرتيكال ادغوا دو زيرو زيرو هي على يمين نقطة، موجه ديريجي فير لو با يعني نحو الاسفل. صافي الشباب، واضح هذا السؤال؟ مزيان، دونك ما نطولش عليكم، نوقف الفيديو حتى ساعة وندوزو السؤال اللي مورا باش ما يجيش الفيديو طويل بزاف.